بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. دائما مع دروس وملخصات مركزة بالنسبة لبرمجة الكائن باستعمال سي شارب. سنتطرق اليوم إن شاء الله إلى اكسبسيون، أو عندما نريد أن ننشئ كائن ولكن مع احترام بعض المعايير. إذا سنقوم بخلق صنف جديد، كلاس جديد، سنسميه إن شاء الله بيرسون. استسمح بيرسون. هنا إذا لاحظ إن شاء الله سأقوم بتكبير الخط. سنأخذ فقط مثلا بريفايتس، هنا بريفايتس إنت على سبيل المثال نيميرو دو بيرسون، ثم بريفايتس إن شاء الله سترينج مثلا اسم الشخص، ثم نريد أن يكون هذا الشخص بالغ، وبالتالي انت إن شاء الله سيكون لاج، ولكن دائما لاج سيكون أكبر من راشد، أكبر من يساوي 18. أريد من البيرسون أن يكون راشد. إذا سأقوم ببرمجة إن شاء الله كونستركتور، وبالتالي بوبليك إن شاء الله بيرسون. فوالا كونستركتور لا نعرف عنه اي شيء، وبالتالي فانه كونستركتور دينيسياليزاسيون. ساقوم ببرمجة ان شاء الله بيبليك بيرسون انيسياليزاسيون. اذا يمكنني استعمال هذه كنترول سي ثم كنترول في، ثم سامرر له مجموعة بارامترات انت ا او سا لتبسيط انت ا، ثم سترينج ب، ثم انت سي عباره عن اج. الكونستركتور دي انيسياليزاسيون العادي دائما ما يكون على هذه الشاكله. اذا نيميرو دو بيرسون تساوي ا، ساخذ مثلا 10 بوان دو بيرسون تساوي ب، ثم 10 بوان اج تساوي سي. ولكن الإشكال، ولكن نريد أن يكون عندي الأج أكبر، السن أكبر من أو يساوي 18، وبالتالي لن أقوم بإنيسياليزاسيون إلا في حالة واحدة، عندما يكون البارامتر أج ولا سي، يعني البارامتر أكبر من أو يساوي 18. 18 سأقوم بإعطاء قيم أولية، قيم انيسياليزاسيون ولا كنترول أو كنترول إكس كنترول في. أما إذا كان السن أصغر قطعا من 18 سأقوم بخلق إكسبشن أو فارق إكسبشن أو فوالا. إذا إن شاء الله سأقوم باستعمال كلمة ترو فوالا نيو إكسبشن. يمكنك الاطلاع على درس الخاص ب إكسبشن سي شارب. أنا أريد فقط أن أستعمل إكسبشن في برمجة الكائن، يمكن أن أمرر شيء أو أتركه ل هذه فوالا. إذا هذا يعتبر إكسبشن فوالا. إذا عندما سنقوم كلاس بروجرام إن شاء الله، استسمح سأقوم ب بيرسون. إذا دائما عندما نبرمج الإكسبسيون يجب أن نقوم ببرمجة تري كاتش بور كابتوري الإكسبسيون، ولا تو كابتور دو إكسبشن. فوالا نستعمل إن شاء الله كاتش، فوالا ثم أكولة مفتوحة أكولة مسدودة، ثم كاتش سأمرر له كوم إكسبشن، ثم أعطي إكس إن شاء الله، ثم إن كان هناك إشكال كونسول، فوالا كونسول بوان رايت لاين إن شاء الله بين قوسين، ثم اتونسيون اتونسيون ولا بي فوالا. اذا ساقوم ان شاء الله ببرمجه كائن ينتمي الى بيرسون. لاحظ اذا كان بيرسون بي ايجالا نيو
بيرسون فوالا بين قوسين سأمرر له البارامتر. رقم الشخص واحد اسمه محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ثم سأمرر له السن، السن قانوني مثلا 21 سنة. بالتالي يمكن أن أبرمج بأفيشاج، يمكن أن أضيف إليها هنا إكس بوان مساج فوالا. إذن سأضيف بيرسون، اسمحوا لي أن أضيف فقط دالة استسمح تكون بيبليك، ثم لن ترجع شيء اسمها أفيشاج أكورات فوالا. كونسول كي لا أضطر إلى إعادة كتابة هذا الشيء، كنترول سي، ثم سأرجع إلى بيرسون كنترول في، ثم سأعطيه نيميرو فقط لي هنا نيميرو ثم فقط مثلا سأنشر الرقم والاسم. سأرجع كلاس بروغرام هنا، إذن سأقوم بنشر النتائج أو أفيشاج. سأقوم بالتطبيق، لن يكون هناك استسمح ولا لا داعي للسرعة. لاحظ واحد محمد، تخيل معي لو أعطيته السن مثلا 10 سنوات. إذا سأرجع إلى class person، لاحظ هناك exception، قمت ببرمجة exception person. إذا كان السن أصغر من سيعطيني إشكال. وعلى هنا سأقوم ببرمجة attention، وعلى هناك بعض الخطأ. الاكسبسيون يمكن ان ابرمجها داخل الكونستركتور، كما يمكنني ان ابرمجها داخل بروبريتي او داخل السيت عندما اريد ان اغير. اذا سابرمج سيترز ثم بروبريتي. السيترز مكافئه للبروبريتي. لاحظ بيبليك وسابرمج سيترز فويد سيت اج فوالا بين قوسين int age او int value ولا اللي بغيتي int a. اذا الكونستركتور العادي دائما ما يكون على هذه الشاكله age يساوي a، ولكن اذا كان a نفس الشيء فوالا كنترول سي، ساقوم ب كنترول في وسأخذ هذا البار بارامتر. إذا كان A أكبر يساوي 18 سأقوم باستبدال القيمة، وبالتالي سأقوم باستعمال 10.h يساوي بارامتر A. أما إذا كان العكس سأقوم true new exception فوالا. سأحاول أن أطبق set age في class program بالنسبة للأوبجي بي، أريد أن أبدل واحد. لاحظ بي.setAge سأعطي قيمة جديدة متوافقة 100 سنة. أسأل الله أن يطيل في أعماركم في طاعة الله. وبالتالي سأستعمل بي.affichage لأتأكد أن هناك تغيير في القيمة. لاحظ هناك إشكال ولا في إشكال الأول 22. لاحظ إشكال في الأول هنا، سأقوم إن شاء الله بواحد محمد ثم واحد محمد، لأنني لم أنشر
السن، وبالتالي سأذهب إلى كلاس بيرسون لأضيف السن إن شاء الله إلى لائحة لافيشاج. إذن واحد أج ثم بلس 10 أج. سأسمح سأعيد. لاحظ بأن 22 سنة ثم قمنا بتبديل 100. أما إذا قمنا بإعطاء باستعمال 6 ولكن استعملنا مثلا 9 سنوات، إذن سيقع عندي إشكال. إذن الأولى نعم، والثانية أتنسيون فوالا، لأن 9 أصغر من يساوي 18. إذن يمكنني أن أبرمج الإكسبسيون إذا طلب مني بعض الأسئلة الخاصة بإكسبسيون داخل برمجة الكائن في الامتحانات على هذه الشاكلة بيرسون. إذن كما قلت يمكن أن أبرمجها داخل ست، ويمكن أن أبرمجها داخل بروبرياتي، لأن المكافئ لست وهي البروبرياتي، وبالتالي بروبرياتي بيبليك إنت تريد لويت آج. ولا سأستعمل لاحظ دائما تكون عندي get أكولات فتوحة أكولات مسدودة، ثم إن شاء الله سيكون عندي set أكولات فتوحة أكولات مسدودة، ثم هنا دائما return، ما غالبا ما يكون عندي return this.age، ثم هنا this.age إيجالا value ولا بوين فيركول. ولا ولكن سأبرمج على حسب قيمة فاليو على كما قلت. إذن سأقوم بنسخ الكود التالي كنترول سي، هنا سأعمل كنترول في. إذا كانت الفاليو فاليو أكبر من 18 سأقوم ببرمجة البروبرياتي كما هو معتاد. أما إذا كان العكس سأقوم بنشر خطأ أو إكسبسيون. إذن لاحظ سأذهب إلى كلاس بروغرام، ثم أقوم بالمناداة على الدالة p.tiredLuitAge، سأعطيها قيمة 19، والأشياء ستكون إن شاء الله على ما يرام. لاحظ 22 19. أما إذا قمت ب p.age إيجالا 8 سنوات سأحصل على exception في السطر الثاني. لاحظ ID 1 ثم attention الثاني، لأنني أعطيت قيمة أصغر من 18. إذن هكذا يمكن أن أبرمج exception داخل الكونستركتور أو داخل البروبريتي أو داخل الستيرز. شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء.